العالم الإنجليزي مايكل فرداي هو عالم كيميائي وفيزيائي إنجليزي، وهو من المشاركين في علم المجال الكهرومغناطيسي والكهروكيميائي. ولد في إنجلترا سنة 1791 لأسرة فقيرة، واضطر لتعليم نفسه بنفسه لعشقه للعلم والمعرفة. هو أول من أسس لفكرة وجود حقل يحمل تأثير القوى بدلا من فكرة انتقال القوى من نقطة لأخرى بشكل فوري بغض النظر عن ما يوجد بينهما، كما أنه تنبأ بوجود ترابط بين الضوء وبين الظواهر الكهرومغناطيسية قبل أن توضح معادلات ماكسويل، واكتشف بشكل مشابه مبدأ التحريض الكهرومغناطيسي الذي يبين أن تحريكنا لحلقة معينة عبر حقل مغناطيسي سيحرض تيارا كهربائيا. شكل اختراعه لفكرة الأجهزة الدوارة ضمن الحقول المغناطيسية أساسا للتقنية المستخدمة في صناعة المحركات الكهربائية، إضافة لاكتشافه خاصية المغناطيسية المعاكسة لبعض المواد وقوانين التحليل الكهربائي. صنع أول جهاز يتحرك فيه السلك بصفة مستمرة إذا مررنا به تيارا كهربائيا بالقرب من مجال مغناطيسي، ويعد هذا الاكتشاف أول مولد كهربائي. خلال أبحاثه في الكيمياء اكتشف فرداي البنزين، وصمم الشكل الأولي لمواقد بنسن المستخدمة في المختبرات، بالإضافة لوضعه نظام أرقام الأكسدة. في عام 1827 حصل فرداي على مركز مرموق في المؤسسة الملكية البريطانية نتيجة لأبحاثه في ذلك المجال، ويعود الفضل له في اكتشاف ظاهرة النشاط الشمسي وعلاقته بالمجال المغناطيسي، وقد تمكن من إثبات القانون الأول من قوانين التحريض. ففي نظام الوحدات الدولي نقوم بحساب قيمة المكثف ونقيسه بوحدة الفاراد على اسمه، أي مايكل فرداي، وكذلك هناك ثابت فرداي أيضا سمي على اسمه. توفي سنة 1867 وقد ترك أبحاثا علمية هائلة في مجال تجاربه في حقل الكهرومغناطيسية ونظرياته، وقد كانت الأساس في الاكتشافات العلمية الحديثة.